مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنشوف المشاكل بتاعت الدولاب الجرار. طبعا الدولابات الجرار في ناس كتيرة بتشتكي من في ناس بتشتكي من موضوع ان الظرف اللي بتتحرك وحديها دي او الظرفة مش ثابتة في مكان، وفي شكوى ان الظرفة مش بتبقى مطبعة على القايم دي، والظرف أحيانا تقيلة، وفي ناس بتشتكي الظرفة بتتحرك من مكانها بتوقع من مكانهم. ففي الفيديو ده هنشوف كل الحلول بتاعت المشاكل دي، كل حاجات بسيطة. طبعا أنا أشرح لكم ده نيش، هشرح لكم عن النيش ده، وهي نفس الفكرة، نفس الفكرة موجودة. طبعا ده 3 ظرف، فهي نفس الفكرة بالظبط. عندنا هنا أول حاجة الظرفة دي الظرفة اللي في النص. شوف الظرفة اللي في النص، شوف الظرفة بتتحرك وحدين. طيب ايه السبب؟ هما سببين، يا اما في ميول في الارض، يا اما في تظبيط في العجل. فانت تعمل ايه؟ اول حاجة تظبط العجل، لو ظبطت معاك يبقى كده المشكلة اتحلت. لو قعدت تظبط في العجل وبرضه الظرفة بتتحرك يبقى في ميول في الارض، ميول في الارض هيبقى في الاتجاه هي مايلة فيه كده. الظرفة مثلا انت بتفتحها كده ترجع تاني، هيبقى الميول من الناحية دي. هتحاول تحط أي حاجة تحت الدولاب من هنا كده من تحت عشان خاطر يثبت. أول حاجة نشوف تظبيط الظرف، غالبيتها هي بيكون تظبيط ظرف. الظرف عندي بتفتح في الاتجاه ده، هنيجي هنا، هنيجي من فوق من هنا، هنلاقي هنا في المسامير بتاعت العجل دي. المسامير دي هظبطها، مفك كده، هتظبط المسمار، هتربط عليها. المسمار ده مفكوك على آخر، تربط على المسمار كده، إذا ربطنا على المسمار لغاية كده ما هي وقف معانا كده، خلاص كده بقي شديد يعني. تمام، هنيجي بقى نفتح الظرفة. الظرفة دي عاوزة في النص، شوفوها بقى هتثبت كده. ثبتت، خليناها كده شوية، ايوه كده ظرفتي يعني ثابتة. بس هو شوفوا مسمار واحد احنا ربطناه، حللنا المشكلة دي. طبعا انت عندك ايه يعني، انا عارف المشكلة في المسمار دي، بس انت ممكن تجرب ازاي. انت عندك هنا في 4 عجلات، كل ظرفة فيها 4 عجلات، 2 تحت و2 فوق. فانت هتظبط في المسامير دي، كل شغلك في المسامير بتاعت ايه العجل. عندك دي اللي تحت نفس الكلام زي كده، هتظبط فيهم، هتربط على المسمار. ظبطت والظرفة بتاعتك ثبتت كده، خلاص بعد ما تخلص خالص تعمل ايه؟ تيجي هنا هتلاقي ايه في الصامولية اللي هي دي، الصامولية دي هترفعها كده على الاخر. تمام كده، وبعدين تحاول تشد عليها بأي مفتاح، مفتاح كماش، المهم ان تشد عليها. هتقول لي ليه؟ اقول لك علشان العجل ده مع الحركة زي كده يعني، شوف مع الحركة المسامير دي بتفك، المسامير دي بترجع تفك مع الحركة. فانت اخر ما تخلص تروح رابط على الصامولية دي، هتلاقيها ثبتت، ما جتلكش المشكلة دي تاني. طيب تمام، دي اول مشكلة حلناها. تاني مشكلة، شوف الظرفة دي كده، الظرفة فوق مطبعة على القايم قافلة على الآخر يعني. ننزل تحت، شوف كل منزل بتوسع في فراغ أكبر، شوف هنا في فراغ. دي حلها بسيط برضو، هي دي بيبقى فيها مشكلة من 2، يا إما القايم نفسه دي حصل إن هو اتقوص، حصل إن هو يعني مبقيش مظبوط القايم نفسه، يا إما الظرفة. فانا هحل دكتور، اشوف موضوع الظرف هعمل ايه. هاجي هنا، هي موسعة من هنا، تمام،
هاي العجلة اللي هنا دي، هذه العجلة اللي هنا دي كده، اروح ايه اربط على المسمار ده شوية. تربط واجرب، هي تجارب مش اكتر يعني، مش اختراعات هي. واقفل ضرفته واشوف كده ايه، قلت المسافة شوية، طالما بتستجيب معاك كمل كده. نهاية هربط تاني، نشوف كده كده قفلت كده ايه كده، خلاص كده مفيش تنفيذ فين كده، قفلة فوق وقفلة تحت. كده قفلة فوق وقفلة تحت. سنين انا عندي في ملحوظة، المسامير دي كلهم مرتبطين ببعض، يعني انا ممكن افك على المسمار ده واربط على المسمار التاني، تلاقي كل المسامير مرتبطة ببعضيها. فك على ده، ده عكس ده، ده ماشي عكس ده. طيب في عندنا ايه الدرفة عندك، لو لقيتها ترسم يعني الحركة بتاعتها صعبة شوية. بص شوف العجل نفسه داخل جوه السكة ولا لا، يعني شوف مثلا احيانا في درف بتتحرك من مكانها، يعني شوف هنا العجلة نفسها هنا طالعة برا السكة دي، برا المجرى، هي المفروض تبقى هنا، هي طالعة. فأنت تعمل ايه في حاجة زي كده؟ هتضغط عليها لتحت وتدخلها في المجرى ده. اللي ما جاتش معاك فك على المسمار شوية، فك على المسمار ده شوية، هي شوف هي ماشية اهي، هتلاقيها ماشية مفيش مشكلة فيها، هي ماشية. بس هي ممكن تلاقي مثلا حركتها كده تلاقيها بتتحرك معاك، فيفضل ان انت تبص كده تشوف ايه، شوفها راكبة ولا لا. كده ركبت الاول، كانت كده كده هي ركبت بس، وبعدين زي ما قلنا شد على المسامير بتاعتك.